ما هو الذهب الذي يزكى، وهل الذهب الذي تلبسه تزكيه المرأة أم لا؟ الله سبحانه وتعالى أوجب أداء فرض الزكاة في الذهب والفضة من غير تفصيل، وإنما قيدت السنة ذلك ببلوغهما النصاب. فالذهب نصابه 20 دينارا، أي ما يعادل نحو 84 جرام بحسب معايير الوقت هذا الوقت. والفضة نصابها 200 درهم، أي ما يعادل 525 جرام بحسب معايير هذا الوقت. والله سبحانه وتعالى أطلق وجوب أداء الحق في الذهب والفضة في قول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم هذا ما كنزتم بأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد بينت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما لم تؤد زكاته فهو كنز، وما أديت زكاته فليس كنز ولو كان تحت أطباق الأرض. وجاءت الأحاديث المتعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن على المرأة زكاة في حليها، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قضية السوارين، ومنها حديث أم سلمة في أوضاح الذهب التي كانت عندها، ومنها حديث المرأة في الفتخات، وغيرها من أحاديثه صلى الله عليه وسلم التي تدل على أن فيما تلبسه المرأة من الذهب والفضة زكاة إن بلغ ذلك مقدار النصاب.